السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الكرام، مرحبا بكم على قناتكم قناة عبد الكريم قريشي، تعلم المعلومات للمبتدئين. في هذا الدرس هذا رقم 32، غادي إن شاء الله تشوفوا معنا كيفية الكتابة باللغة العربية وكيفية استعمال أدوات ديال الشكل، يعني الحركات ديال الشكل. وقبل ما ندوزوا للشرح، لا بأس أن نذكركم شجعوا القناة بالضغط على زر لايك، واشترك لي يلا كنتي جديد معنا في هذه القناة هذه، وتفعيل الجرس باش تتوصل بكل ما هو جديد، وخلينا شي كومونتير زوين جزاكم الله خير. غير للإشارة متابعي الكرام، الناس اللي تتبعوا معنا في الهاتف اللي ما عندهمش حاسوب لا بأس به، ولكن الناس اللي عندهم الحاسوب يستعملوا لايك في من الهاتف ديالهم، ولكن يتبع معايا الحاسوب او يدخل الجيميل في الحاسوب ويبدا يتبع معنا في الحاسوب ويشجع القناة عبر الحاسوب. وشكرا لكم والى الشرح. متابعينا الكرام، كما شفتوا معنا في التقديم ديال الفيديو والعنوان يعني تشير على ان هذا الدرس هذا غادي يكون فيه كيفيه تعلم الكتابه على اللغه العربيه. اكيد ان الكتابه باللغه العربيه بحالها بحال الفرنسيه، فقط يختلفون غير الكتابه الفرنسيه، نتحدث على كتابه تبدا من اليسار الى اليمين، والكتابه العربيه تبدا من اليمين الى اليسار. على اي غادي نفتحوا لاباج ديال الوورد كما اعتدنا دائما، تنجو ام نوفيل باج بيضاء، وتنحاولوا اول حاجه تنديروها من تنفتحوا الدوكيمون ديالنا من يكون مازال يعني جديد، تنمشيو لفيشي وتنعطيو واحد لونوم، تمشي فيشي انريجستريسو وتنشوف البلاصه اللي بغيت نسجل فيها هذا الدوكيمون ديالي. دائما تنصحكم تسجلوا المعلومات في الدي، انا غنسجل في مي دوكيمون فقط غير من اجل تيست، وتنعطيه هنايا في هذا لونوم تنعطيه واحد الاسم اللي بغيت انا، غنسمي هذا مثلا ان، غادي ندير لي انريجستري. اول خطوه تيديرها الانسان المحترف مني ويكتب شي دوكيمون هو انه تيمشي تيعطيه واحد الاسم باش ما يتلفش عليه، وباش يكون دار واحد الخطوه اللي هي احترافيه. من بعد ما تيعطيه الاسم تيحاول يقاد ليمارج هاد الهوامش هادي. مثلا بغينا نبداو الدرس من اليمين لليسار يعني بالعربيه، غنحاولوا نخليو شويه ديال الهامش هنايا يعني على حسب الوراق اللي بغيت تشدو بالكرافوس. اما هاد الهامش هذا اللي تيجينا في هاد الجهه هادي تنقصوه بزاف. كيفاش تنقصو هاد الهوامش اللي نزيدو فيها؟ هو تنجو هاد الدرس هادي درناه في الفرع بالنسبه للدروس الماضيه، يمكن لاي واحد يرجع لها. على اي حنا غنذكرو بها دابا، تجي لهنا الفوق حدا هنا في هذا المفترق هذا ما بين هذا اللون وهذا اللون، وتحط لها السوري هكا حتى يبان لك جوج ديال لي فليش، وتضغط بالبوطون كوش تبقى جار حتى الى المكان اللي هنا بغيت توقف فيه. مثلا الهامش انا بغيت نوقفو في هذا الحد هذا، يعني حد الكتبه هنا ما تزيدش لهذا الجهه. وكذلك هذا الهامش هذا، يعني الهامش هو ان هذه البلاصه هذه الرماديه، يعني هذا لاباج يعني هذا لافاس اللي قدامها، هذا الاتجاه اللي قدامها اللي يعني هكذا من هذا الهامش هذا، كل هذه المساحه هذه ما غاديش تكتب فيها والو لان تبقى لكم هامش. حنا بغينا نستغلوها. ها انتم ردتوا البال للكيرسور ديال الكتابه باجي من هنا، يعني هنا بيبقى فارغ، غنقص هذا الهامش هذا حتى هو نطلعو حتى لهنايا داكوغ. وكاين هامش في الأسفل، ها هو في أسفل الورقة، هو هاد حتى هو، يعني غنهبطو. أنا بغيت أن الكتابة تهبط حتى لهنايا، حتى لهنايا نخلي بلاصتي لو بغيت ندير شي رقم ولا شي حاجة. من بعد ما تتقاد هاد لاباج ديالك بهاد الطريقة هادي، تتحاول تحدد البداية ديال الكتابة، ما طيحش فواحد الغلط وتمشي حتى تكتب عاد يلاه تبي تحدد البداية، لا، من البداية ديال البروجي ديالك، يعني باقي ما كتبتيش حتى حاجة. تجي لهنايا وتتختار تتكليكي على هاد الأداة هادي، على هاد ليكون هادي اللي فيها أن أنت إذا قريتي من غنحط على السور تطلع واحد الكتابة تتقول لك هنا ديفيني لو تيكست ليغ دو دغوا، يعني تيتقرا من جهة اليمين. غنكليكي عليه هكا، ومني نسليكسيوني هاد الأداة هادي نجي نلاحظ أن هادي هي حتى هي مسليكسيونيها بنفس اللون اللي مسليكسيونيها به هادي. عندي اخترت هادي خصها تكون حتى هادي مسليكسيونيها، حتى هادي الين ادغوات، إلا حطيتها على الستوري تضاد ليك بأنها البداية ديال الخط غتكون من جهة اليمين، والعكس صحيح بالنسبة لليسار. إلا اخترنا هادي تتعطينا أغوش، هاهي ديفيني لو تيكس أغوش. وكذلك هنا تتكون دائما في الفرنسيه
هذه مطابقة مع هذه، وفي العربية هذه الأداة هذه اللي مسيكتين دابا مع هذه الأداة هذه، داكوغ، باش تبدا لنا الكتابة من هنا. ها الكيرسور إلا ردت لي البال جا لهاد لافاس ديال العربية، يعني من جهة اليمن. على أيين غنزيدو في الخط، في الحجم ديال الخط، باش يتبين لنا أشنو تنشرحو في هذا الدرس هذا. اليوم حنا هنا غادي بغينا عرفنا غير كيفاش نبداو في لاباج، منين بغينا نبداو بالعربيه. اول خطوه من بعد ما تنعطي الاسم ديالي، تنقاد الهامش، تنجي تنكليكي دابا من بعد ما سجلت الدوكيمون ديالي، تنجي نكليكي هنا انغوجيستري. ها هي عندي هنايا، او كاينه فيشي هنايا، هاد انغوجيستري ماشي هي انغوجيستريسو، انغوجيستريسو هي عطينا اسم. دابا بغينا غير هاد التعديلات اللي درنا ديال لا مارج، داكشي تبقى مسجله لنا تحت هاد الاسم هذا اللي سمينا به هاد لاباج ديالنا. نكليكي على من فيشي او نكليكي على هادي، بحال بحال كلهم تيعني اونجستري. على اين دابا من بعد ما عدلت ليماج غنمشي نختار اللغه اللي بغيت نبدا بها الكتابه دابا اللي هي العربيه. غنجي لهنايا وغنكليكي على هاد اف ار ا يعني فرونسي، وغنجي نختار عرب ماروك، وغتطلع ليا العربيه هنايا. اللي ما عنده العربيه هنا راه ديجا الدروس الماضيه فيهم كيفاش تاجبتي واللغه. اذا تبعت معنا من البدايه ديال الدرس كيفيه تركيب حاسوب، وجايين هكذاك الدرس الثاني غادي، راه كاينين هاد الادوات، هاد لي بروسيدور ديال كيفاش تجبد يعني تافيشي اللغه هنايا. داكوغ، على اي حنا نختار دابا اللغه العربيه، وغادي نمشيو نحاولوا نهضروا على الحوايج اللي بغينا نتذكروا عليهم اليوم. اشنو اللي بغينا نعرفوا به اليوم؟ بغينا نعرفوا بلوحه المفاتيح والازرار ديالها، وكل زر علاش تيحتوي. ومن بين يعني الامور اللي يقدر الانسان يديرها، مثلا ما بغيتش تغير اللغه بهذه الطريقه ديال السوري وبتغييرها غير من الكلافي، تيمكن لك تكليكي على كما تيبان لكم في الشاشه على الت زائد شيفت. من يبغي نغير اللغه تنبقى ضغط على الت ونمشي نوطه على شيفت، ضغطه واحده ونهز ايديا صافي تتلقى اللغه تبدلات. انا غنعاود نرد للعربيه، انا ضغط على الت دابا، غنضغط على شيفت ضغطه واحده ونهز اصبعي وغتغير لي العربيه كما تشوفوا هنايا. داكوغ، هذه هي الطريقه يعني الامور الثانيه اللي نقدروا نناقشوا في هذا الدرس هذا. نمشيو دابا لي بوطون. من بعد ما يعني قدينا لا مارج ديالنا، سجلنا الصفحه ديالنا، قدينا الهوامش ديالنا، اش تدير دابا؟ تنمشيو نتعرفوا على الحروف اللي عندنا في لوحه المفاتيح. اول حرف اللي عندنا من الفوق ديال هو حرف الضاد على يديك اليسرى من الفوق، تنضغط عليه تيعطيني الضاد. حداه الصاد، حداه الثاء، حداه القاف، وحداه الفاء، وغاديه هكذاك. داكوغ، هادي ملي تنضغطو على الحروف بشكل عادي والكلافي في حاله نورمال، يعني ماشي على ماجيسكيل لا مينيس، عادي يعني مينيسكيل كما نقولو في اللغه الفرنسيه، ماشي على حتى شي بولافي فيه الا ديال الترقيله ديال الارقام. هذا هو لطاء نورمال، يعني تيكون هنا الحروف تنوطو على اي حرف تكتب لينا، كما مثلا تنوطو على حرف الضاد دابا. ولكن هاد الحروف هادي بوحدها شكل عادي راه باينه، بغينا نشوفو الادوات الاخرى اللي تيكونوا مع الحركات الاخرين اللي تيكونوا مع الحروف كيفاش نجبدوهم. مثلا درت حرف الضاد وجيت وطيت على شيفت زائد حرف الضاد تعطيني الفتحه، جيت درت الت جي ار غنمسح ديك الفتحه بسبريمي اللي فوق اونتري، غنمشي ندير الت جي ار دابا وندير حرف الضاد تعطيني الشده فوق منها الفتحه. داكوغ، دونك انا شي تبين لنا بان حرف الضاد فيه حرف الضاد وفيه الفتحه، فيه الشده والفتحه، وفيه الفتحه الى استعملنا شيفت. داكوغ، احنا غنمسحوه وغنمشي على نوطه على شيفت ونوطه على حرف الضاد تعطيني فتحه. نمسح الفتحه وغندير الت جي ار زائد الضاد تعطيني الشده والفتحه. داكوغ، نمسح هادو. مشيت الحرف ديال صاد ودرت الت هذيك شيفت زائد ديك حرف صاد تعطيني الفتحتين على يعني تنوين، نمسحهم ندير الت جي ار وندير حرف صاد غتعطيني الشجه فوق منها الفتحتين يعني تنوين. داكوغ، نمشي الحرف تاء ثاء،
تمسح هاد الحركات باش تبين لكم الحركات اللي بتنبين لكم في لي بوطون بهاد الحرف هذا ديال الضاد اللي تنعطيكم عليه. مثلا اي حرف يمكن لك تحط فوق منه هاد الادوات اللي تنبين لكم بهاد الطريقه هذه. نمشي للحرف ديال ثاء، نوطي على شيفت زائد حرف ثاء تعطيني الضمه نمسحها. نمشي لالت جي ار زائد حرف ثاء تعطيني الشده فوق منها الضمه. داكور. نمشي دابا الحرف القاف، نمسح هادو باش يبين لكم كل حرف اشنو فيه. حرف القاف الا وطيت عليه زائد شيفت زائد حرف القاف تعطيني هاد الحركه هادي. صراحه اول مره تنشوفها ما عرفتهاش كاع، اللي عارفها يفيدنا بها في لي كومونتير، جزاكم الله خير. وكاين ويلا مشيت لالت جي ار مع حرف القاف تتعطيني الشده زائد هذيك الحركه هذيك. داكوغ نمسحوها. نمشي لحرف العين، الحرف اللي ما هضرتش عليه راه ما فيهش شي حركه. داكوغ. لان دابا هنا غنخلي الفاء وغندوز للعين. حرف العين من مني غنمسح غندير عند كليك دابا على شيفت زائد حرف العين تتعطيني هذيك الفاصله اللي تعطي الراس ديالها لفوق. داكوغ. غنمشي دابا الحرف الهاء، غنمسح هذه الحركه هذه ندير شيفت. هنا العين فقط في هذيك الحركه بوحده ديال الفاصله، ما فيهاش في الت جي ار شي حاجه، فيها في شيفت زائد العين تتعطينا هذيك الفاصله لفوق. الهاء زائد شيفت تتعطينا القسمه، هاد الرمز ديال القسمة غنمسحو. غندير عاوتاني الت جي ار زائد حرف الهاء تعطيني الخاصية ديال كومو امبريمي، يعني نمشي لا فاسون ديال لامبريسيون، يعني الاختصار ديال ندخل كيفاش نامبريمي هو نكليكي على حرف الالت جي ار زائد حرف الهاء في يعني من الكيبورد من الكلافي تيعطيك هاد المكان ديال لامبريسيون، يعني بلا ما تمشيش للفيشي وتمشي لامبريمي. داكوغ. على اين نمشو لحرف الخاء، حرف الخاء الا وطينا على شيفت زائد حرف الخاء تعطيني الرمز بحال الاكس هكذا سيبريمي. مشيت للخاء زائد الت جي ار تعطيني بلان اكرون، يعني بلان اكرون هو واحد الخاصيه تنمشيو ليها يعني لافيشاج هنايا وتنختار بلان. اي بلان باش تعطيني الصوره بهذا الشكل هذا، يعني ليكرون تشد كلها، تشد واحد السباس ديال الشاشه كلها وتنخرجوا منه من هنايا. الا وطينا بلا ما نمشيش لافيشاج بغيت هذا الوضع هذا ديال بلان اكرون بغيتو فقط تنكليكي على حرف الخاء زائد الت جي ار تعطيني بلان اكرون. ها هي غنديروها اي من الكلافي الت جي ار غنكليكي دابا حرف الخاء تعطيني بلان اكرون. داكوغ. هادو بعض الاختصارات تتكون في الكلافي، لا باس اننا نذكروها في هذا الدرس هذا اللي تنعرفوا على الحركات ديال اللغه العربيه. على اين غندوزو لحرف الحاء، حرف الحاء شيفت زائد حرف الحاء غنكليكي على حرف على شيفت زائد حرف الحاء تعطيني هاد الفاصيله تحت منها النقطه غنمسحها. وغنمشي لحرف الجيم، مني تشوفوا شي حرف ما هضرت معاه على الالت جي ار زائد داك الحرف يعني راه ما عندوش، بحال مثلا حرف الحاء فقط هنا عنده حركه واحده اللي هي الفاصيله تحت النقطه مع شيفت، مع الت جي ار ما عنده حتى شي حاجه. غنمشي لحرف الجيم، حرف الجيم مع شيفت تعطيني واحد المعقوفه، غادي نكليكي على شيفت زائد حرف الجيم غيعطيني هاد المعقوفه هادي. داكوغ. وغنمشي لحرف دال، تعطيني يعني المعقوفه العكس ديال ديك المعقوفه يعني السده ديالها. داكوغ. انا غنرجع لحرف الجيم، شيفت زائد حرف الجيم تعطيني هكذا،
والحرف وشيف زائد حرف الذال اللي حداه تعطيني هكذا داكوغ. غنمسح هادو. مثلا بغيت نسد على هاد الحرف ديال الضاد، تنمشي تندير شيفت زائد زائد الجيم، وتنجي حتى الى هنا وتندير شيفت زائد حرف الذال، وتنكون درتو ما بين هاد المعقوفتين. هادي هي الطريقه ديال الى بينا شي اقواس ولا شي حاجه كيفاش نخدمو عليهم. داكوغ، انا غنرجع دابا ليتا نورمال ديالنا فاش تنشرحو، ونجو للبدايه ديال الضاد باش نكملو الشرح ديال لي بوطون. غنمشو لحرف شين. حرف الشين مع شيفت يعطيني هذيك العلامه اللي تنديرو في 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 المواقع، ديك شات لي السميه ديالها، هيا نديروها دابا. شيفت زائد سميتو شيفت زائد حرف الشين تعطيني هاد العريضه هادي داكوغ، اللي تتكون بزاف في دوك لي بوطون من الفوق في اف 8 في 8 من الفوق، اللي حدا 7 8 تتكون هذيك هضرنا عليها في الفرنسيه. هنا في العربيه تنديروها تعطينا هاد لابوطون، هاد العريضه هادي الكبيره اللي تنستعملوها كون الا احتاجنا في شي كتابه ولا شي حاجه داكوغ. على اين غنمشيو لحرف السين؟ الى وطينا عليه لا دابا بغينا نهضروا لا، غنمسحوا هاد الحركه هادي وغنوطيو على شيفت زائد حرف السين ما فيهش حتى شي حركه. غنمشي الياء، حرف الياء الى وطيت عليه شيفت زائد حرف الياء تعطيني هاد المعقوفه هادي اللي بهذا الشكل. وإذا مشيت لحرف الباء زائد يعني الياء في هذه الحركه بوحدها، غنمشي لحرف الباء شيفت زائد حرف الباء غيعطيني السده ديال هذه المعقوفه هذه داكوغ. مشيت لحرف اللام زائد شيفت غيعطيني لا هكذا اللي فوق منه الهمزه. نرجع لحرف الصاد باش نشرح لكم عليه، حرف الضاد عفوا. غنمشي لحرف اللام، عنده هاد الحركه بوحدو اللي في حرف اللام مع شيفت. مشيت للالف اللي حدا اللام مع شيفت تعطيني الالف فوق منه الهمزه هكذا، غندير اسباس باش يبان لكم هكذا داكوغ. وهاد الحركه هي اللي عنده حتى هو مع شيفت. غنمشي لحرف التاء مع شيفت تعطيني هاد الاداه، هاد الاداه فين تنحتاجوها، هادي مهمه جدا ركزوا عليها، تنحتاجوها اللحظه اللي تنبغي نطولوا في شي كلمه. مثلا بغيت نكتب بسم الله، بسم الله، وبغيت هاد بسم الله تشوفوها بزاف في بعض الكتابات، بغيت نزيد لها في الطول ديالها، تنوطي على شيفت زائد حرف الثاء، التاء حرف التاء ديريك ديال جوج نقاط. الغوطيه اللي وطيت غنبدا نطول في هذيك البلاصه اللي كنت مكليكي فيها، بغيت نزيد ما بين السين والميم تنجي نكليكي هنا ونوطي على شيفت ونبدا كل ضغطه تزيدني واحد لي سباس طاول داكوغ. نمشي مثلا لهاد الله، بغيت نطول ما بين الهاء وهذاك اللام، غنكليكي هاكو غندير شيفت وندير هكذا غتطول ديك الله، شتيها؟ هذا هو الدور ديال شيفت زائد هذيك الحركه داك الحرف ديال تاء داكوغ. نمسحو هادي نخلو حرف الضاد، نكملو عليه الشرح ديالنا. وهادشي تنقول على حرف الضاد راه تيسير على سائر الحروف. نمشيو لحرف النون مع شيفت تيعطينا هاد الفيرغيل هادي داكوغ. غنمشي دابا الحرف ميم، الى وطيت على شيفت زائد ام تعطيني هاد الحركه هادي، هاد العلامه هادي. والى وطيت على نمسحها ونوطي على الج جي ار زائد ام تعطيني هاد القوس في هاد الواحد هذا، يعني هاد الحوايج هادي غير تنبينوها لان يقدر يحتاجها واحد الانسان ويقدر ما يحتاجهاش. غنمشو للكاف اللي حداه وغنديرو مع شيفت غيعطيني دو بوان
من تم ندير جو بوان في اللغه العربيه، هذه من بين الامور المهمه اللي تحتاجها بزاف، هو شيفت زائد حرف الكاف. داكوغ. عندك عاود تاني حرف، عندك طاء، و انتم باش تعرفوا ندير دابا شيفت زائد حرف الطاء تعطيني غير هذه الحركه هذه. وكاين عاود تاني طاح هذيك الذال المعجمه زائد شيفت تعطينا هاد الشده هذه، يعني جا درنا الشده لا داعي ديك يعني سميتو كاينه في حرف اخر. شيفت زائد حرف الذال المعجمه تعطينا هاد الشده هذه، ولا درنا الت جي ار ما تعطينا حتى شي حاجه. هذا داكشي باش يعني كاينين بعض الحروف اللي فيهم فونكسيون واحد على اي. غندوزو للحرف هاد الالف ديال فوق السطر، هاد الالف هذا التي ندير سبيس باش يبان لكم، هذا هذا اللي فوق منه هاد الهمزه، هاد الالف هذا ديال فوق السطر يعني مع شيفت تيعطينا هاد الحركه هذه. داكوغ. شيفت زائد البوطون اللي فيها اكس بالفرنسي وفيها الهمزه تتعطيني السكون. داكوغ. شيفت زائد حرف الواو اللي فوق منه الهمزه تعطيني الكسره، رد البال تحت الضاد، هاني نمسح الكسره. ها هي انا طالع شيفت زائد الواو اللي فوق منها الهمزه تتعطيني الكسره، اما لو تتعلاها مباشره بوحدها غتعطيني هاكا الواو اللي فوق منه الهمزه. داكوغ. غادي نمشي للراء مع شيفت تيعطيني الكسرتين يعني ديال تاع نقولو تين بين، فهمتي كسرتين للاسفل. نمشو للحرف البوطون اللي فيها لا اللي حدا الراء مع شيفت تعطيني، نمسح حاجه وندير سباس ونوطي على شيفت زائد ديك الكسره تعطيني لا اللي فوق منها الهمزه. وعاود تاني هادي عندها فونكسيون واحد مع شيفت فقط، ما عندهاش مع الت جي ار شي حاجه. غنمسح غنمشي لهاد الالف اللي ما فوقش منه الهمزه، هذا الا طلع لي مع شيفت تيعطيني هاد الالف فوق منه لهاد الفتحه. داكوغ. مشيت عاود تاني للتاء مربوطه مع شيفت تتعطيني هاد الفاصله هادي اللي تكون فوق بحال ابوستروف. داكوغ. غنمشيو عاود تاني عند هادو كلهم عندهم مع شيفت مع شي يخدموا. عندك الواو عاود تاني مع شيفت تيعطيني هذيك الفاصله ديال التح، هذا شيفت مع حرف زاي تيعطيني النقطه، شيفت مع حرف ضاد اللي مع الحرف مع هذا الحرف هذا، شيفت مع ديك البوطون اللي في هذاك الحرف ديال الضاد ديال الرقمه تيعطيني هاد العلامه ديال الاستفهام. هادو هما الحركات اللي عندنا في البوطون في هاد لي بوطون بالنسبه للغه العربيه. اما كيفاش نشكل بهاد الحركات هادي غادي نشوفوها ان شاء الله في الدرس المجي، من بعد ما غادي ناخذ واحد التكست ان شاء الله اللي غنخدموا عليه في كيفيه الكتابه يعني باللغه العربيه، غنتقدموا فيها اكثر في هذا الدرس اللي جاي. وفي تما غادي نشوفوا في هذاك الدرس ان شاء الله غادي نشوفوا كيفيه استعمال هذه الادوات ديال الشكل، ولو غير في واحد الفقره قصيره على الاقل، باش نوضحوا لكم يعني التوظيف ديال هذه الادوات ديال الشكل ان شاء الله في الدرس المجي. الى هنا نكتفي بهذا القدر هذا. لا تنسوا تشجيع القناه بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناه وبارطاجوا المحتوى مع اصدقاء ديالكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.